أنا سعيد جدا بمشاركتي في مهرجان الجزيرة، وكنت محاضرا في هذه الندوة، وهدفت إلى الحقيقة إلى دمج الصوم في المجتمع، وكانت لفتة كريمة من الجزيرة للأفلام الوثائقية بهدف دمج هذا الصوم في المجتمع. وهذه الندوة كانت خاصة للمعوقين السمعية، وكنا افتخرنا أيضا بفيلم الافتتاح الذي تناول قضية من قضايا الصوم، وفيلم كان فيلم صيني ونقل مشاعر وأحاسيس هذه الفئة لكثير من الجمهور. أنا كنت جدا متحمس وزملائي وفخورين بقناة الجزيرة وفي مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية، لأنه سمح لنا وأتاح لنا هذه الفرصة لنكون في هذه المحاضرة بلغة الإشارة وبلغة الصوت.